هذا وقد اعلنت اللجنه العليا للانتخابات ان لجان الاقتراع في الخارج خلال اليوم الاول من المرحله الثانيه للانتخابات البرلمانيه شهدت اقبالا من الناخبين بنسب تزيد على المرحله الاولى من جانب قال السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية أن عدد المصوتين بالخارج بلغ عشرين ألف ناخب قبل إغلاق مراكز الاقتراع موضحا أن المملكة العربية السعودية شهدت أكبر نسبة تصويت بسبعة آلاف صوت تليها دولة الكويت ب آلاف صوت وجاء خلفها الإمارات ثم قطر مشيرا إلى أن معدلات التصويت في أوروبا جاءت متوسطة في هذه الأثناء أعلن المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أمس السبت تعديل فترة حظر التجوال بشمال سيناء لتبدأ في الساعة الحادية عشر مساء بدلا من الساعة السابعة مساء خلال يومي انتخابات مجلس النواب وكذلك أثناء جولة الإعادة.